لماذا يرفض البرلمان اللبناني رفع الحصانة عن مسؤولين للتحقيق معهم في كارثة المرفأ؟ أولا، المجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن بعض النواب والوزراء لأنه يخاف من الحقيقة، لأن الحقيقة إذا ما أعلنت وعرفت من قبل كل اللبنانيين فإن المسؤولين كبار من هذه الدولة منذ 7 سنوات حتى اليوم سيدانون أمام المحاكم التي يحقق فيها الآن المحقق العدلي. لذلك هؤلاء المسؤولين في مجلس النواب هم الذين يرفضون رفع الحصانة عن النواب وإرسالهم إلى المحقق العدلي للاطلاع على حقيقة ما جرى في هذه في المرفأ خلال السنوات الست الماضية، لأنه لا يمكن ل 2750 طن من المتفجرات موضوعة في المرفأ وهناك أجهزة إدارية وأمنية ووزراء، خاصة وزراء أعتقد هم الذين غطوا وجود هذه المتفجرات بأمر من؟ هذا سيبينه التحقيق العدلي. لذلك هم يخافون من التحقيق العدلي، هم يخافون من الحقيقة، وقد طالبنا نحن برفع الحصانة وإذا لم يستجيبوا إلى ذلك هناك طرق لمحاكمة أو بالأحرى بطلب تحقيق دولي لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت ودمر عاصمة تعتبر هي جوهرة العواصم في الشرق الأوسط والشرق الأدنى. ولكن اسمح لي يا سيادة النائب وهبي قطيشة، يعني أنت تقول أن مجموعة في البرلمان تيارا تجمعا تحالفا ربما يخشى على مسؤولين لبنانيين كبار، طيب السؤال هو ألا يدرك هؤلاء أن لبنان أهم من مسؤولين كبار في مجلس نواب لبنان الذي هو جزء من لبنان؟ يعني لن يتم السكوت على هذا الملف، لن يصبر الشارع على فكرة عدم وجود حقيقة أو حتى عدم رفع حصانة، يعني ألا يدرك ذلك تلك النواب؟ عم بتقلي لي أنا نحن نطالب برفع الحصانة فورا وإرسالهم إلى المحقق العدلي، لكن الذين يحمون هؤلاء النواب هم الذين يخافون من جلاء الحقيقة. لذلك هم يملكون الأغلبية النيابية، والأغلبية النيابية اليوم هي رهينة بيد حزب الله وبيد المحور الإيراني ومحور الممانعة. هذا المحور لا يريد الوصول إلى الحقيقة. لماذا؟ لأن الحقيقة سوف تدين هؤلاء الجماعة الذين خدموا محور الممانعة ودمروا عاصمة برمتها ودمروا اقتصاد برمته في بيروت. لذلك هم يملكون اليوم الأغلبية النيابية ويأخذون هذا البلد رهينة ويرهنون مصير هذا البلد لمحور الممانعة وعلى رأسها إيران.